هو احمد معانا على التليفون دلوقتي او كاظم معانا على التليفون؟ كاظم يا ابو حميد اهلا بيك. ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ لا ازيك يا كاظم، كله كويس. انت كبرت امتى يا احمد؟ انت العمر جري مره واحده كده. والله الناس اتفاجئت، يعني في ناس الحمد لله، في ناس عارفه وبس ناس اتفاجئت، وانا برضو اتفاجئت بس من اللي حصل على السوشيال ميديا بسبب صور الخطوبه. بس الحمد لله ردود الفعل كويسه جدا. يعني في الاول كده عايزين نبارك لك، يعني الف الف مبروك على الخطوبه وعقبال الفرح ان شاء الله يا احمد. يبارك فيك. شكرا. طيب جدا. عايز اعرف بقى منك، يعني ايه اكتر تعليقات عجبتك على السوشيال ميديا او لفتت نظرك؟ والله كل التعليقات بصراحه بسطتني جدا. طبعا في تعليقات كده بتبقى سخيفه كده في النص بس عادي. ايه زي ايه يعني؟ مثلا التعليقات اللي هو صدمه الناس، اللي هو ازاي كبر وحصل التغير ده، اللي هي الصدمه بس اللي جات للناس في اختلاف الشكل. دي اكتر حاجه يعني بيتعلق بيها. اوكي، انا عايز اشوف صورتك يا احمد دلوقتي، يعني يمكن ما صدفتش دلوقتي لسه، بس يعني اكيد طبعا ما اختلفتش كتير وده طبيعي جدا. يعني الواحد صوره احمد معانا على طبعا نفس الملامح وكده بس الدقن. جاني يا ابو حميد والله. حبيبي تسلم. جاني يا ابو حميد. طبعا الف مبروك على الخطوبه، يا رب كده يكرمك ان شاء الله وتكمل بقى الفرحه الكبيره باذن الله. باذن الله باذن الله. قول لنا يا احمد كده، الكواليس زمان وانت يعني عد ايه 12 سنه كده من فيلم الدادا دودي. هو انت كان عندك كام سنه في فيلم الدادا دودي؟ سؤال شرير. انا كان عندي تقريبا 14 سنه حاجه كده. والفيلم 2008. هو الناس بس مصدومه عشان هو فيلم بيتعاد كتير تلفزيوني. حضرتك فاهم الموضوع، ان هو الفيلم بيتعاد كتير قدام عينك، فبعد كده تشوف الشخص بقى ده دلوقتي، فهو ده اللي بيخليك تستغرب يعني. بالظبط. طيب يعني يمكن فيلم دادا دودي كان من ابرز الافلام للاطفال اتعملت في الفتره دي، وكلنا لحد دلوقتي بنحب نتفرج عليه جدا. كلنا اكيد كان في كواليس ما بينك وما بين الفنانه ياسمين عبد العزيز، الفنان القدير طبعا صلاح عبد الله. احكي لنا كده، لو في حاجه كانت مميزه بالنسبه لك وقت الكواليس. بص، انا كنت بالنسبه لهم كئيب شويه عشان دوري يعني. يعني كان كل الاطفال معايا كانوا بيلعبوا اكتر، بس كان المخرج على طول استاذ علي الجديد طبعا، كان على طول حاططني في المود ده، اللي هو اصلا مش بتكلم ولازم اوصل يعني تعبيرتي للناس دون ما اتكلم، فالموضوع كان صعب شويه. فهو كان حاططني كده اندر ستات بطريقه معينه عشان ده يظهر على الشاشه يعني. فكان الكواليس بتاعتي مختلفه شويه يعني، كنت بالنسبه لهم كئيب يعني. لا مش الناس كانت بتحبك ومتعاطفه معاك جدا يا احمد. الحمد لله الحمد لله يعني. ده اكتر حاجه علمت مع الناس، و يعني عشان انت عارف الادوار الحزيني بتبقى بتعلم مع الناس اكتر من الادوار الثانيه يعني. فده طبعا جه في صالح الحمد لله. بس الكواليس كانت لطيفه جدا طبعا. ياسمين عبد العزيز شخصيه محترمه وبتحب تساعد يعني، حد لسه طالع بتحب تساعده يعني. كذا مره مثلا في مشهد العياط ده اللي هي بتشاور فيه الصوره دي، يعني خليتني اعيد كذا مره عشان اعرف اجيب العياط يعني. هي بصراحه جدعه جدا يعني على الحقيقه. طبعا استاذ صلاح عبد الله ما فيش طبعا كلام عليه يعني، ده استاذنا. بس والفيلم كان كواليسه كلها لطيفه الصراحه يعني، كان كل الجروب كان لطيف اكيد. طيب احمد، يعني انت برضو يمكن في ناس كتير بتقول انه انت بس اكتفيت بفيلم الدادا دودي، ما كانش ليك اعمال فنيه بعدها، لكن مش حقيقي. انت كان ليك اعمال مع الفنان محمد صبحي، امير قراره، وبرضو ياسر جلال، صح؟ كلمنا عن اعمالك وكلمنا لو في اعمال مستقبليه يعني. بصي حضرتك، انا عملت بعدها ونيس واحفاده مع الفنان الكبير طبعا محمد صبحي. فهو بقى استاذ محمد صبحي ساعتها اداني نصيحه، قال لي ابعد شويه يعني، ابعد شويه عشان ما تتحرقش، عشان خلاص في ناس يعني، في امثله كتيره هو خلاص الناس شافتهم صغير، انت هتفضل في عين الناس صغير، فممكن ما يتقبلكش لما تكبر. فطبعا دي كانت نصيحه يعني كويسه منه جدا، فابعدت شويه. بعد كده اللي خلاني بقى ارجع تاني، في واحد من اصدقائي يعني كان المنظمين بتاع مهرجان القاهره، قال لي فكره كده اللي هو ادخل المهرجان وبصورتي صغيره وكده، فالموضوع برضو ساعتها على السوشيال ميديا عمل ضجه جامده. حلو جدا. انا عملت يعني ده بقى اللي خلاني ارجع. بعدها عملت ظل الرئيس مع استاذ ياسر جلال،
وبعد ظل الرئيس عملت اخر حاجه حرب كرموز. وبعد حرب كرموز عملت اسوار عاليه مع احمد العوضي ورانيا يوسف. بس هو تقريبا حصل يعني هو نزل في الخليج واتشال ساعه الكورونا وتقريبا لسه هينزل بقى في دور عرض مش عارف بقى وهينزل في التلفزيون يعني مش عارف تفاصيل الفيلم. يعني انت يا احمد شاركت في اكتر من عمل ما شاء الله، لكن يمكن الناس يعني ما خدتش بالها من المرحله اللي انت كنت فيها وانت صغير ولما كبرت مره واحده، فاهم يعني تغيير في ناس ما ربطتش بس عشان اختلاف الشكل يعني. بس السوشيال ميديا بقى يعني كشفتك بتعرف. ايوه كشفتك على طول ما استنيتش. دي حقيقه الموضوع بقى اسهل فعلا من زمان. السوشيال ميديا بتعرف يعني صوره بسيطه بتنزل بتوصل لناس كتير يعني. ألف ألف مبروك يا أحمد وبالتوفيق، وإن شاء الله كده عقبال الفرحة الكبيرة وعقبال الفرح، ربنا يهنيك أنت وخطيبتك، وإحنا مبسوطين إن أنت كنت معانا، نورتنا. أنا مبسوط أكتر. شكرا شكرا جدا ليك يا أحمد وبالتوفيق ليك يا رب إن شاء الله.